سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. أما بعد، فهذه بتوفيق الله الحلقة 15 في موضوع منهج التربية النبوية للطفل، تربية الأولاد في الإسلام. كنا نتحدث عن البناء الاجتماعي، وبقيت فقرة واحدة في موضوع تربية الأولاد اجتماعيا، وهي مبيت الطفل عند أقاربه الصالحين. هذا موضوع هام جدا، لأنه يقول العلماء قاعدة: أزهد الناس بالعالم أهله وجيرانه. أزهد الناس بالعالم أهله وجيرانه. كثير من العلماء الكبار الناس يستفيدون منهم، وزوجاتهم في البيت، أولادهم في البيت لا يستفيدون منه، لأنهم يرونه في كل أحواله، يرونه آكلا وشاربا ونائما وغاضبا وخارجا من الحمام وداخلا كذا، لابسا لباسا فخما ولابسا لباسا عاديا، فيعني يزهدون به. أما العالم خارج البيت لا يراه الناس إلا في أكمل صورته، يرونه وهو يدرس، يرونه وهو يلبس أحسن ثيابه، يتكلم معهم كذا، فيستفيدون منه أكثر. هكذا سبحان الله، طبيعة البشر هكذا. فلذلك من الأشياء الأسس في تربية الولد اجتماعيا أن تنقله من بيئتك إلى بيئة أخرى فيها تجديد. إذا كان لك أقارب صالحين، إذا كان عندك أقارب صالحون، فترسل ولدك للمبيت عندهم، أو زيارة طويلة، مثلا بيت خالته، بيت عمته، بيت خاله، بيت صديقك إذا كان صديق مأمون رجل من الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم كان زوج خالد ابن عباس، وابن عباس بات في بيت خالته ميمونة ليتعلم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلا تعلم. قام صلى الله عليه وسلم من أواخر الليل ليصلي، ورآه ابن عباس كيف يتوضأ، وما هي الأذكار التي يقرأها، وكيف يصلي، حتى وقف على يساره فأمسكه من أذنه وجعله عن يمينه، فتعلم منه عددا من الآداب. هذه نقطة مهمة جدا. يتنافس، ممكن أولاد خاله مثلا يحفظون القرآن، أو أولاد عمته، فعندما يرى بيئة أخرى فيها تنافس، فيها آداب أخرى جديدة، يتعلم منهم هذه الأخلاق. بنفس الوقت أدلكم على العكس، يعني أن تنتبهوا للعكس. إذا كان الأقارب فاسدين، فعلينا أن ننتبه لئلا نرسل أولادنا إليهم. كما أن الولد يأخذ من الطباع الحسنة، كذلك يأخذ من الطباع السيئة. فبعض الناس يهمل ولده ويسمح له بالذهاب إلى أي عائلة، قريبا كان أو غير قريب، وإذا بالولد يعود وقد تحمل من الأخلاق الفاسدة الشيء الإضافي. لذلك حتى الزوجة، في بعض الزوجات عندما تذهب إلى بعض أقاربها تعود وقد انقلبت حالها على زوجها، تعود فاسدة الأخلاق، سيئة المزاج. لماذا؟ لأنها تأثرت بهؤلاء السيئين، بدل أن ينصحوها مثلا أن تصبر مع زوجها وأن تعامله بالخلق حسن كذا، يعني يعطونها صفة معاكسة، يقولون لها: لماذا تصبرين عليه وهو فقير؟ لماذا تسكتين على هذه الحال؟ قومي له وقولي له كذا وكذا، والعياذ بالله. ينفخون فيها، وهذا يحصل، فتعود الزوجة وقد انقلبت إنسانا آخر، فيحصل إما طلاق أو شجار أو كذا. فالرجل الذي يعلم أن زوجته كلما ذهبت إلى البيت الفلاني تعود سيئة الخلق، له أن يمنعها من هؤلاء، وإن كانوا أرحاما، لو كانت أختها أو خالتها أو أمها، حتى إذا كانت ستفسد عليها عيشتها، فيجوز له أن يمنعها، أو أن يسمح لها بزيارات سريعة وبرفقته هو، حتى لا تفسد أخلاقها. فما بالك بالأولاد إذا كانت الزوجة الكبيرة ذات العقل الذي هو أكبر من عقل الولد بكثير تتأثر، فما بالك بالولد. لذلك ننتبه، إذا كان هناك أناس يستفيد الولد منهم صلاحا وتقوى نرسله إليهم، لأنه في التجديد تأثيرا في النفس، وإذا كانوا بالعكس نمنعه من الذهاب إليه، أو نذهب معه
لنراقب التصرفات، فهذا أمر مهم جدا جدا. بعد هذا البناء الاجتماعي ننتقل إلى البناء الأخلاقي. البناء الأخلاقي، النبي صلى الله عليه وسلم، أولا نحن الآن نتكلم عن منهج النبي في تربية الطفل. تميز رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرين: الأمر الأول أنه هو في نفسه حوى مكارم الأخلاق في أعلى صفاتها، في أعلى صفاتها، لذلك رب العالمين قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. فأي خلق من الأخلاق؟ الكرم، الشجاعة، الحلم، الصبر، تحمل الشدائد، كل الصفات الحسنة كان صلى الله عليه وسلم يتحلى بأعلاها ضمن حدود البشر. الميزة الثانية في شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما، وإنما أداة حصر، يعني كأن الوظيفة الأساسية التي بعث من أجلها هي هذا، قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كان هناك في مكارم أخلاق من أول، في عهد آدم وعهد نوح وعهد إدريس وسليمان وموسى وعيسى، في مكارم أخلاق. حتى العرب في الجاهلية كان عندهم بعض مكارم الأخلاق، يعني مثلا عنترة يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، مثلا هذا خلق. مثلا الكرم، كان عندهم كرم العرب، كان عندهم أخطاء وكان عندهم مكارم أخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم، أي ليبقي مكارم الأخلاق التي كانت في أسلافه على ما هي، ويزيدها زيادات لم تكن موجودة في السابق. بعثت، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لذلك الأدب أمر جدا مهم. فالآن نتكلم نحن عن البناء الأخلاقي. الخلق طبعا لا بد منه للإنسان لتكون حركته الاجتماعية سليمة بين الناس. فما هو الخلق؟ قالوا: الخلق هو ما يأخذ الإنسان به نفسه من الأدب. يعني الخلق تعريفه هو ما يؤدب الإنسان به نفسه، وسمي خلقا لأنه يصير كأنه مخلوق معه، يصير كأنه جزء من أعضائه. كيف أنت يدك مخلوقة معك وعينك مخلوقة معك؟ تدرب نفسك على الخلق حتى يصير صفة أساسية فيك كأنها مخلوقة معك من أعضائك، يعني هذا هو الخلق. ويتميز الولد في التربية الأخلاقية عن الكبير، مثل ما أقول أنا دائما في إلي عبارة بكررها بقول: الكبير مبرمج، مبرمج، يعني صعب تغير له أخلاقه. واحد عمره 60 سنة أو 70 صعب جدا أنك تغير له أخلاقه، إلا يعني بجهد كبير جدا وعناية خاصة هيك من الله سبحانه وتعالى. أما الأطفال الصغار قلوبهم ساذجة وصفيحة بيضاء نقية، أي شيء تطبعه فيها ينطبع ويتأثر بسرعة. فالولد إذا تركته مثلا حردة، تعرفوا معناه حردة؟ حردة يعني رفض شيئا ما وأصر على ذلك. إذا حرد الولد مثلا قلت له تعال كل، فحرد لا يريد أن يأكل، عم يتدلل يعني. فإذا تركته على هذا مرة ومرتين وثلاث صار طبع الحرد عنده أصيلا. إذا هذبته عن طبع الحرد هذا وقلت له إن حردت فليس لك طعام، تتركه بدون طعام، أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة يعلم أنه إذا حرد لن يأكل، فيترك آفة الحرد هذا. ممكن الولد يكون يغضب بسرعة، فإذا غضب هذبته من البداية، إذا تركته يصير الغضب طبيعة فيه، فلا تهمل، لأن الولد يتأثر مثل العجينة، مثل ما تكيفه يتكيف. لذلك اهتم علماء التربية جدا بالولد، لأنه ما تبرمج لسه، لسه أنت بدك تبرمجه، تدخل المعلومات فيه، تساعده على تقوى الله سبحانه وتعالى. نعم. وذكر هنا المؤلف قال: عندنا أول شيء الأساس الخلق الأول اللي هو خلق الأدب. ما هو الأدب؟ قالوا: الأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا، وقيل هو تعظيم من فوقك والرفق بمن دونك. وقال الجنيد: الأدب هو حسن العشرة، كيف يتعامل مع الناس، حسن العشرة. هذا الأدب والخلق يختلف عن الدين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن العريس اللي
أو العروس. في اللغة العربية الذكر والأنثى يقال له عروس، وكلاهما يقال له زوج، فهما زوجان وهما عروسان. نحن نطلق العروس على الأنثى والذكر نقول عريس، والأفصح أن نقول عروس، فهو عروس وهي عروس. قال صلى الله عليه وسلم عن العروس: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. قال دينه وخلقه، الدين هو ما يظهر لك من عبادات، يصلي، يصوم، يحج، يزكي، هذا دين. هل يكفي هذا؟ قال لا، لا يكفي هذا، يجب أن يكون عنده خلق مع هذا الدين. ما هو الخلق؟ الصدق، الأمانة، الوفاء، حسن العشرة الذي نتحدث عنه. يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن إلف مألوف. إلف مألوف يعني إذا جلس مع الناس يألفهم ويألفونه، لا يكون مثل يعني الحيوانات الوحشية التي تنفر من الناس. هناك حيوانات إنسية وحيوانات وحشية. الحيوانات الأهلية مثل الدجاج والقط يألف الناس، والحيوانات الوحشية تنفر من البشر. فالإنسان اللي مؤمن يجب أن يكون إلفا مألوفا. قال صلى الله عليه وسلم بعدين قال: ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. إذن هذا من الأدب والخلق، فخلق الأدب ضروري جدا. مما ورد في غرس الأدب في الأطفال أنك، ورد حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع. تأديب الولد خير من الصدقة بصاع. وقال في حديث رواه الترمذي فيه أيضا ضعف، يقول: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. هذا معناه صحيح طبعا. لذلك كان علي بن المديني يقول: توريث الأدب للأولاد خير من توريثهم المال. الأدب يكسبهم المال، الأدب يكسبهم المال والجاه والمحبة للإخوان، ويجمع لهم خيري الدنيا والآخرة. أما المال لا يكسب الأدب. المال إذا أعطيت ولدك مالا دون أن تؤدبه ليس من الضروري أن يكون أديبا، ربما كان فاسدا، ربما استعمل المال في معصية الله. أما إذا أدبته أحبه الناس، كلهم يسارع إلى العمل معه والتجارة معه وتوظيفه والعناية به، فيصير له جاه ومال ومحبة، سمعة حسنة بين الناس. وبعض الناس يقول: أنا لماذا أؤدب ولدي؟ هو يتأدب بعدين. ولا يدري هذا الغافل أنك إذا أهملت ولدك عن التربية وهو صغير، فإن أول من سيلاقي من قلة أدبه هو أنت، لأنه سيكون عاقا، سيكون عاقا لك وعاقا لأمه. فإهمال الولد في الصغر سيسبب له العقوق في الكبر. وقرأت فائدة جديدة ذكرها نفس المؤلف هذا في الكتاب في الطبعة الثانية، قال: إن أهم ما ينبغي أن يفعله الدعاة إلى الله في تربية أولادهم أن يبروا آباءهم قبل أن يربوا أبناءهم. قال: أنتم الآن كلكم، يعني يخاطب الدعاة إلى الله بشكل خاص، يقول: كلكم تسعون إلى إنشاء جيل مسلم يخاف الله ويتقي الله ويطبق أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ قالوا: بلى، كل الدعاة يحبون هذا الأمر. قال: وأنتم تسعون إلى تربية أولادكم، فكيف ترجو أن يكون ولدك مربى ومهذبا في أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت عاق لوالديك مثلا؟ لا يمكن، لأنه كما تدين تدان، والذي تطبخ منه تأكل منه، فمن عق والديه أرسل الله له من يعقه والعياذ بالله تعالى. لذلك أول الطريق أن ينظر الدعاة والناس بشكل عام إلى أنفسهم، يحسنون العلاقة مع الآباء والأمهات ويدعون في الليل للأولاد، ثم يبدأون بعملية التربية، فربنا سبحانه وتعالى يهيئ لهم من أمرهم رشدا. ويقول ابن عمر رضي الله عنه في إحدى نصائحه للوالدين، يقول لهم: أدب ابنك، أدب ابنك، فإنك مسؤول عنه ماذا أدبته، ماذا أدبته وماذا علمته، وهو مسؤول عن برك وطواعيته لك.
أنت ستسأل عنه ماذا علمته وماذا أدبته، وهو يسأل عنك كيف برك وكيف أطاعك. من نماذج حياة السلف في تربية أولادهم على هذا الأدب، يقول رويم ابن أحمد البغدادي لابنه: يا بني، والله هذه فائدة عظيمة قلت لكم إياها أظن قبل ذلك، قال: يا بني اجعل عملك ملحا، وفي رواية علمك ملحا وأدبك دقيقا. الآن نحن عندما نعجن العجين، الخباز عندما يعجن العجين يضع من الدقيق مثلا كيس 50 كيلو طحين، ويضع له مثلا 20 غرام من الملح، فالملح نسبته بالنسبة للدقيق قليلة جدا. قال له: اجعل الأدب هو الدقيق، يعني الأدب كثير جدا 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 والعلم قليل، لأن قليل من العلم، لأن قليلا من العلم مع كثير من الأدب ينفع، أما كثير من العلم مع قليل من الأدب لا ينفع، لأنه إبليس كان أعلم من كل علماء عصرنا. لو جمعنا علماء عصرنا والعصور السابقة كلهم مع بعض وجبنا إبليس، يرجح علم إبليس على هؤلاء. ليش؟ لأنه إبليس كان شايف بعينه، إبليس كان فوق عايش في السماوات مع الملائكة، شاف الملائكة بعينه، شاف الجنة بعينه، ورأى كيف خلق الله آدم، كيف كان تراب وكيف صار كذا وكيف نفخت فيه الروح، بس بقلة أدبه طرده الله ولعنه إلى يوم القيامة، بس قلل الأدب مع الله بكلمة واحدة، قال له: أنا خير منه، فطرده الله. إذا ماذا استفاد إبليس من علمه؟ ما استفاد شيء، لأنه قليل الأدب. لذلك الآن أنا ألوم كثيرا من طلبة العلم في هذا الزمان أنهم لا يتعلمون الأدب، يتعلمون العلم بدون أدب، وهذا من أخطر ما يفعله طلبة العلم، يعني قليل منهم إلا من رحم الله، يعني بعض طلبة العلم في زماننا يتعلمون العلم ولا يتعلمون الأدب، وهذا خطير جدا. لذلك تراه يناطح، يناطح، يقرأ كتابا فيناطح، يريد أن يعني يرى الناس كلهم دبان أمامه مثل الذباب، ينظر إلى العلماء: من هؤلاء؟ الشافعي رجل، أنا رجل أكبر منه أحسن منه، أنا عندي علم أكثر منه، بصير بجادل بعلم وبغير علم والعياذ بالله. بينما الأدب يعلم الإنسان ويستفيد كثير. الآن الداعية والعالم مثل الطبيب، انظر لو أنك ذهبت إلى طبيب تريد أن تتعالج عنده وقللت الأدب عليه، قلت له: شو الطب تبعكم أنتوا؟ أنا بفهم أكثر منك بالطب، بس يلا معلش رح أسمح لك هالمرة تفحصني وتعالجني. شو بيعمل الطبيب؟ إما أن يطردك من العيادة، أو أن يعطيك دواء مخالفا لما تحتاج لينتقم منك، يعني بيعطيك سم ولا بيعطيك شغل لأنه زعل منك، مزبوط ولا لا؟ يا أما بيفحصك من برات قلبه ما بيب... ما... ليش؟ لأنه أنت أسأت الأدب معه، ما خلص كره الموضوع كله ما عاد. كذلك العالم، تخيل واحد جاي لعند عالم بده يتعلم مثلا تجويد، لنفرض علم التجويد، فأتى إلى العالم وقال له: أنا عامل 4 دورات علم تجويد، بس يلا معلش رح أجي أتعلم هذا. قال: ليش جاي لعندي لك؟ إذا أنت عالم عامل 4 دورات لماذا أتيت إلي؟ فمجرد ما تكلم الكلمة هذه الشيخ ما عاد عنده نفس يعطيه. لذلك سيدنا موسى، اللي هو سيدنا موسى، تعرف سيدنا موسى مين؟ موسى عليه الصلاة والسلام ثالث نبي ورسول في المكان عند الله سبحانه وتعالى، أول واحد محمد صلى الله عليه وسلم، بعده إبراهيم، بعده موسى. موسى من أولي العزم من الرسل، يعني من أفضل الناس عند الله سبحانه وتعالى. سئل: من أعلم أهل زمانه؟ فقال: أنا. هذا الحديث بالبخاري معروف في تفسير سورة الكهف، قال: أنا. فعتب الله عليه لماذا لم يرد العلم إلى الله، هو فعلا أعلم أهل الأرض بالشريعة. فقال الله له بالوحي: بل عبدنا الخضر أعلم منك، طبعا في أمور تانية غير الشريعة. فسيدنا موسى طلب من الله يدله عليه مشان يتعلم، فأعطى رب العالمين علامة معينة أنه بس تفقد السمكة اللي معك، هي سمكة يعني ميتة مقلية أو مشوية، فألقى الله فيها الحياة فقفزت وعادت إلى الماء. لما تفقد السمكة هناك ستجد عبدنا الخضر هذا. فالمهم قصة موجودة في سورة الكهف، راح سيدنا موسى ومشي وكذا، بعدين التقى بهذا العبد. ماذا قال له موسى؟ بكل أدب وتواضع استنبط الفخر الرازي منها مدري كم أدب، 10 ولا 20 أدب لطلب العلم بس من العبارة هذه. قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟
كل كلمة وكل حرف من هذه الجملة فيه أدب من طلب العلم. هل أتبعك يعني تسمح لي؟ ما قال له أنا الله بعثني لازم تعلمني إجباري، تسمح لي أتبعك، أنت قائد وأنا متبع لك، مو أنا إمام. أنا قال له ما قال له أنا رسول العالمين وأنا ما في أفضل مني، وأنت مع أنه موسى أفضل من الخضر بكثير، يعني الخضر في قول أنه ولي وفي قول أنه نبي، فإذا قلنا نبي ما صار رسول لسه. سيدنا موسى مو بس رسول، من أفضل الرسل وأعلاهم منزلة من أولي العزم، ومع ذلك قال له أنا بتبعك، هل أتبعك على أن بس مقابل اتباعي لك ما بدي منك غير أن تعلمني مما، يعني أنا بدي أنت عندك علم كتير وأنا بدي من علمك نقطة بس، مما علمت رشدة، وأنت اللي الله علمك يا كله رشد وخير، كل آداب آداب آداب، استنبط العلماء في كثير آداب تاني غير هذه. فهذا هو اللي بده يتبع عالم، هكذا يجب أن يتأدب معه ويتواضع، وإن كان هو أعلم منه في بعض الأمور تتواضع له حتى تستفيد منه علما. فقال له يا بني اجعل علمك ملحا، نسبة العلم للأدب قليلة، وأدبك دقيقا، الأدب أهم من العلم طبعا حتى يستفيد الإنسان. وقال إبراهيم ابن الحبيب ابن الشهيد قال لي أبي ائت الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم فإن ذاك أحب إلي من كثير من الحديث. الأدب أحب إلي من أنك تحفظ أحاديث وما متطبق منها شيء. نعم، لذلك مرة قلت أنا مرة حضرت يعني حلقات تحفيظ قرآن لأولاد، جاء الأولاد بين المغرب والعشاء إلى أحد المساجد فحفظوا القرآن، قبل أذان العشاء بقليل انتهى الدرس، فقام الأولاد يلعبون في المسجد وسرق بعضهم أحذية بعض خارج المسجد وصاروا يترامون بالأحذية. ما فائدة حفظ القرآن إذا كنا لا نعلم أولادنا أخلاق حملة القرآن؟ لأن يحفظ الولد سورة صغيرة أو قصيرة، سورة قل هو الله أحد فقط مع الأدب أفضل من أن يحفظ القرآن كله بدون أدب، صح ولا لا؟ فهذا أهم، لذلك الإسلام يركز على الكيفية لا يركز على الكمية. نحن الآن نركز على الكمية بشكل عام، قول عندنا 100 حافظ، طيب جيب 100 حافظ نشوف شو في عندهم من الأخلاق، تلاقي 2 عندهم أخلاق و98 ما في أخلاق، شو استفدنا؟ نحن لا نريد عدد من الحفاظ، نريد أناسا يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي سئلت عائشة ما هي أخلاق رسول الله؟ قالت كان خلقه القرآن، خلق القرآن. قالت للسائل ألا تقرأ قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون كذا كذا، قال بل قالت هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللي بده يحفظ القرآن بتكون مميز بأخلاقه عن غيره. وقالوا قال أبو زكريا العنبري علم بلا أدب كنار بلا حطب وأدب بلا علم كروح بلا جسم، يعني لا يستغني هذا عن هذا ولا ذاك عن ذاك. من أنواع الأداب النبوية للأطفال الأدب الأول الأدب مع الوالدين، نعلم الولد الأدب مع الوالدين. تعرفوا أنتم الآن يعني بر الوالدين، ما بدنا نعمل درس عن بر الوالدين، بر الوالدين من أكبر القربات إلى الله سبحانه وتعالى وأفضلها، وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، قرنه الله تعالى مع الشرك بالله والعياذ بالله. وكثير من الناس اليوم لا يهتمون ببر الوالدين، ما بعرف مدري هم لا يعلمون ما هو بر الوالدين أو أنهم يتغافلون عنه أو أنهم طمس الله على قلوب الكثير منهم، وتأثر كثير من الناس بالتمثيليات والمسلسلات التلفزيونية والتي تصور كيف تتعامل البنت مع أمها وأبيها وكيف يتعامل الولد مع أمه وأبيه، ذاك يصرخ بوجهه وهذا يسبه وهذا يعترض عليه يقول له أنا حر وأنا كذا، عبارات خطيرة جدا، ينظر إليه شزرا يعني باحتقار وقلة أدب ويحدق به هكذا، وربما صفع الباب بوجهه إن لم نقل ضربه وخرج غاضبا، وجاء الأب ليعتذر، بدل أن يعتذر الولد يعتذر الأب، الابن غلطان والأب يعتذر،
كثير من التمثيليات فيها هذه البلاوي والمصائب والعياذ بالله، وتأثر كثير من إما بها أو بغيرها. فالولد من الصغر يجب أن يعتنى به في أخلاقه مع أبيه وأمه بشكل خاص. أول من يستفيد هو، سيوفقه الله سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من في الآخرة من أمرين. شو هن؟ قال: البغي وقطيعة الرحم، في رواية وعقوق الوالدين. طبعا الوالد أفضل من الرحم، أقرب الرحم، لأنه فالبغي اللي هو الظلم، ظلم الناس، يعجل الله عقوبته في الدنيا قبل الآخرة. وعقوق الوالدين، كل الذنوب في رواية ثانية معناها أنه كل الذنوب يؤجلها الله عقوبتها، يعني يؤجلها إلى الآخرة إلا عقوق الوالدين. يجب أن يعاقب الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. فالولد عندما تؤدبه على البر، أول من يستفيد هو. ما أدري لماذا قصر الناس في هذا الأمر، إما أنهم يعاقبون لأنهم هم مقصرون مع أبائهم، أو لأمر سبحان الله يريده الله جل جلاله، فينبغي أن نعتني بهذا. قال أبو هريرة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معه غلام، فقال للغلام: من هذا؟ قال: أبي، هذا أبي. فقال: فلا تمشي أمامه. هذه آداب الولد مع أبيه: لا تمشي أمامه ولا تستسب له. تستسب له فسروا تفسيرين العلماء. التفسير الأول أن تسب الناس فيسبوا أباك، فستقول لواحد البعيد يلعن أبوك فيقول له: لك يلعن 60 أبوك، باللغة العامية يعني. فأنت هنا سببت السبة لأبيك وأمك، هذا ورد في حديث أنه من أكبر الكبائر. وفسره النووي تفسير آخر، قال: لا تستسب لوالديك، أي لا تغضبهما غضبا يجعلهما يسبانك ويزجرانك تأديبا لك، يعني لا تسبب لهما الغضب حتى يصلان إلى مرحلة السب والدعاء عليك، لأنه هذا ليس من الأدب. معناته أنت وصلت أبوك لدرجة كبيرة من الغضب، أنت معناته أزعجته تماما. لذلك قالوا في تفسير قوله تعالى: فلا تقل لهما أوف، تعرفوا أنتم التفسير العادي اللي كل الناس بيعرفوه، أن لا تقول أوف، يعني إذا أبوك قال لك مثلا اذهب وأحضر كذا لا تقول له أوف، هلا وقتها مو وقت، هذا ليس وقتا لهذا. هذه طبعا كل الناس بيعرفوا أن هذه معصية، ولكن في تفسير أقوى من هذا قال: لا تقل لهما أف، أي لا تظهر لهما تأففا ولا تعبا من الدنيا لئلا ينزعجا على انزعاجك، يعني لا تسبب لهما أي انزعاج. لو واحد جاي مثلا من الشغل تعبان فقالت له أمه: كيف حالك؟ قال: أف على هذا الشغل، والله تعبان. هذه الكلمة هي ما أزعجت أمك أنت، يعني أنت ما سبيت لأمك، ولا تقل له أف، أنت تقول أف عن العمل، ولكن أمك من رحمتها بك ستنزعج على انزعاجك فتمرض، وربما تحسرت وربما بكت وربما لا تنام الليل وهي تدعو لك أن يصرف الله عنك هذا الهم. هذا الإزعاج الذي سببته لها بكلمة أف عن العمل، قال بعض العلماء: لا تقل لهما أف، يعني لا تظهر لهما إلا أنك مسرور وفرحان ومبسوط حتى ما ينزعجوا. شايف على البر؟ هذا بر أقوى من ذاك. فقال العلماء: إذا نهى الله عن كلمة أف التي هي أدنى السبات أو الكلمات القبيحة، فما بالك بما هو أعلى منها. لذلك كان ابن سيرين يجلس أمام أمه كالمريض، يتزلل ويتواضع كأنه مريض، كأنه لا يستطيع حراكا من التذلل لها، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وقالوا عن الإمام زين العابدين الحسين علي ابن الحسين، الإمام زين العابدين علي ابن الحسين رضي الله عنه، قال هذا كان مشهور ببره لأمه، وكان لا يأكل معها، فقال له: أنت مشهور بالبر، لماذا لا تأكل مع أمك؟ قال: أخاف وأنا أكل معها أن تسبق عينها إلى شيء على الطعام فأكله دون أن أنتبه فأكون قد عققتها. خاف بس أمه تشوف تفاحة يعجبها قبل ما تمد إيده، يوم يمد إيده هو يأخذها، يكون هون أخذ شيء أمه رغبانة فيه. ف
فخايف انه يعطل، لذلك كان يخاف انه ياكل معه. شوف الادب، هذا هذا الادب والبر العالي. فينبغي ان نعلم اولادنا هذه الاشياء وهذه القصص ليكونوا بارين. فقال عليه الصلاه والسلام: فلا تمشي امامه، ولا تستسب له، ولا تجلس قبله، تستنى حتى ابوك يجلس بعدين انت بتجلس، ولا تدعوه باسمه. ليس من الادب انه تنادي لابوك يا محمد يا خالد، يعني قل له يا ابتي او بابا او اي كلمه تعرف عليها الناس فيها ادب، اما تقول له يا فلان ليس من الادب. وابو هريره راى رجلا يمشي مع ابيه بظهر الحره، فقال له ابو هريره: من هذا؟ قال: ابي. قال له: لا تمشي بين يدي ابيك، ولكن امشي خلفه او الى جانبه، ولا تدع احدا يحول بينك وبينه، ولا تمشي فوق اجار ابيك تخفه، يعني لا تمشي على السطح، السطح الذي ليس له سور، لا تمشي على السطح لئلا يخاف ابوك عليك ان تقع فتسبب له الخوف. وهنا حضرتني قصة، قال مرة واحد في البلاد الباردة، عندنا في البلاد احيانا في سوريا وبعض البلدان الباردة في بعض الاحيان ينزل ثلج بصير درجة حرارة صفر او اقل. المهم واحد من الناس متزوج وعنده اولاد، خرج ليصلح سقف البيت، اسقف البيوت القديمة كانت من الطين والتبن، فعندما يأتي الشتاء كانت يعني ينزل منها المطر الى داخل البيت، يقولون وكف السقف، نحن نقول باللغة العامية دلف، وفي اللغة العربية الفصحى يقولون وكف، وكف السقف اي نزل المطر من السطح الى داخل الغرفة. فكانوا يأخذون مدحلة من الحجر على شكل اسطوانة يدحلون بها السطح لئلا يحجز الماء فينزل الى داخل الغرفة. خرج الرجل هذا المتزوج اللي عنده أولاد، أبوه عايش حي، خرج في الشتاء القارس بدون ما يلبس غطاء سميك، وخرج إلى السطح ليدحله. فناداه أبوه، أبوه عجوز، قال له: يا بني انزل، الآن تبرد، الآن تمرض. الولد ما رد على أبوه، فالأب شو عمل؟ أخذ حفيده ابن الذي تصعد على السطح، أخرجه إلى الخارج إلى البرد. فلما شاف الرجل ابنه في البرد قال له: يا أبتي، ولدي ولدي الآن يبرد ويمرض. قال: كما أنك خفت على ولدك أنا خفت عليك، أنت ولدي أيضا. فاقتنع الأب الابن ونزل فورا تائبا وقال له: دخيلك سامحني أنا ما انتبهت. فأنت مفكر حالك كبير وعندك ولاد، تبقى بالنسبة لأبوك ولد، مهما كبرت هو يراك ولدا له، فعاطفته لا تسمح أن يراك تمرض وتبرد، فعلموا إياها عملي، مثل ما أنت خفت على ولدك الصغير أنا خفت عليك أيضا. فلذلك قال له: لا تمشي، أبو هريرة قال: لا تمشي فوق إجاري، يعني سطح أبيك تخفه. وبالمناسبة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أن ينام على سطح لا إجار له. نحن منهيون أن ننام على سطح ليس له سور، ومن وقع في الحديث من نام بالترغيب والترهيب للمنذري، من نام على سطح بيت لا سور له أو لا إجار له فوقع فمات فقد برئت منه الذمة، لأنه يعتبر مثل انتحار. في بعض الناس يتقلب في الليل، يمشي في النوم كذا فيقع فيموت، فهذا لأنه مفرط. واستنبط بعض العلماء منه أن الذي يركب سيارة فيسرع فيها سرعة جنونية فيموت فهو مثل هذا، هذا مفرط وذاك مفرط. لذلك لا يجوز الإسراع في السيارة فوق ما تعارف عليه أصحاب الخبرة بأن الإنسان يتملك فيها السيارة. إذا أصبحت في سرعة لا تتملكها فأنت مخالف للشرع. في هذه الحالة إذا وقع القضاء عليه وصار له حادث لا يكون شهيدا ولا يأخذ أجرا، بل يكون آثما وعاصيا. أما إذا كان ملتزما بقوانين المرور تماما وصار عليه حادث من دون إرادته فإنه يموت شهيدا ويأخذ أجر من الله سبحانه وتعالى. هذا الفرق بين الاثنين. قال له: ولا تأكل عرقا قد نظر أبوك إليه، يعني العرق هو العظم الذي عليه اللحم. قال له: لا تأكل عرقا قد نظر أبوك إليه لعله قد اشتهاه. هي مثل اللي فعل مين؟ علي ابن الحسين زين العابدين مع أمه. هذا أدب عالي، لعلنا نربي أولادنا على
جزء منه. ومن آداب الوالدين أيضا الولد مع الوالدين أدب الخطاب كيف يحدثه. قال أبو البتاح التجيبي: قلت لسعيد بن المسيب: قد علمت كل شيء في القرآن من بر الوالدين، كله عرفته إلا آية واحدة أريد منك تفسيرها. قال: ما هي؟ قال: قوله تعالى: وقل لهما قولا كريما. شو هو القول الكريم؟ قال له: هو قول العبد المذنب مع سيده الفظ الغليظ. تخيل الآن، من زمان كانوا يملكون الناس، يعني في عبيد وله سيد، إذا كان السيد فظا غليظا جبارا في الأرض قاسيا وكان عنده عبد، هو العبد أصلا يتواضع مع سيده مهما بلغت أخلاقه عالية، فما بالك إذا كان السيد فظ وغليظ الطباع، كيف يتعامل معه العبد؟ بكل ذل، صح؟ بكل ذل وتواضع. قال له: هكذا تخاطب والديك كما يخاطب العبد سيده الفظ، هذا هو قل لهما قولا كريما. ونحن يعني نسأل الله أن يتوب علينا، يعني لا قليل جدا الذي يحدث والديه بهذا الأسلوب. قال لي أحد الناس في مرة من الدروس بعد الدرس، قال لي: أنا عندما أتحدث مع والدي أغضب وأنرفز ومدري إيش. ما في تغضب، شو تغضب؟ مهما كنت حاد الطبع عندما تخاطب والدك كأنه أنت كما يقولون مصبوب عليك ماء بارد، يجب أن تتواضع وتتذلل وتخاطبه بأدب واحترام، حتى لو أن الأب قلل الأدب معك ينبغي لك أن تتحمل وأن تصبر. هل هناك قلة أدب أكبر من أن يأمرك أبوك بالشرك بالله؟ في أكبر من قلة الأدب هذه؟ أن يقول لك أشرك مع الله، لا تؤمن بالله، أكفر بالله، أعبد الأصنام، هل هناك أكبر من هذا الذنب؟ ما في. قال الله تعالى لك: وإن جاهدك، مو بس أمرك، جاهدك بالسيف وبالضرب وبده يخليك تكفر بالزور، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. سيدنا إبراهيم أبوه كان هذا آزر كان يعبد الأصنام وكذا، وحاربه لإبراهيم وقال له: لئن لم تنتهي لأرجمنك، رجم، وهجرني مليا. بعدين شو قال له سيدنا إبراهيم؟ سلام عليك، سلام عليك، سأستغفر لك ربي. وإبراهيم هو عم ينصح أبوه، شو كان يقول له؟ يا أبتي، ما يقول له يا آزر، يقول له يا أبتي، وهو كان كافر وكذا، بكل أدب وتواضع. بعدين كل ما يذكره بالعذاب شو يقول له؟ إني أخاف عليك أن يمسك عذاب، ما قال له من الجبار، قال من الرحمن. حتى هي فيها أدب، حتى هي. قال له: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يعني بنفس الوقت يحذره ويرغبه بأن الله رحمن إذا تبت. هذا كله آداب قرآنية يعلمنا الله إياها حتى نتأدب بها مع الوالدين. أدب الخطاب مع الوالدين. بزمانه تاج الدين السبكي، هذا عالم كبير، أبوه تقي الدين السبكي إمام، وابنه تاج الدين السبكي إمام أيضا، اثنين علماء، والابن أعلم من أبيه كان ما شاء الله، مثل الرملي، الإمام الرملي محمد ابن أحمد هو وأبوه علماء، والابن كان أعلم من أبيه، هذول ما شاء الله الله يعني عطاهم من العلم. فالمهم تاج الدين السبكي يقول: كنت جالسا في دهليز بيتنا فمر كلب، فقال له الولد، قال للكلب: اخسأ، كلب ابن كلب. فناداه أبوه من الداخل، قال: يا بني لا يجوز هذا الكلام. فقلت: يا أبتي، أليس هو كلب ابن كلب؟ أنا ما بكذب، مظبوط هو كلب وابن كلب. فقال له: بلى، ولكن شرط الجواز عدم التحقير. مو كل كلام صدق بتقوله أنت يجوز، يعني ربما كان إنسان مثلا ابن أما، مثل ما فعل أبو ذر، النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه، قال لذاك الشخص، قال له: يا ابن السوداء، صحيح أمه كانت أما، بس ما بيجوز تقولها وإن كانت صدق، ولكن فيها تحقير وإهانة. فقال له صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. ما رضي صلى الله عليه وسلم. فمو كل كلمة حق، مثلا واحد كان أبوه زبال لنفرض، بيشتغل زبال، تقول له: يا ابن الزبال أمام الناس، لا يجوز وإن كان صدقا، لأن فيها تحقيرا. فكلمة كلب ابن كلب هنا قصدت بها الإهانة. فقال له: لا، ما بيجوز وإن كان صدق. فقال الابن لأبيه: هذه فائدة. شوف التواضع، قال له: والله يجزيك خير، والله هي فائدة.
فنحن ينبغي أن نعلم أولادنا إذا استفاد من أبيه فائدة أن يقول له هذه فائدة، هذه فائدة تسر قلب الأب أن الابن استفاد منك وتواضع لك وقبل منك هذه الفائدة. مورك براسه قال لك لا ما فيها شيء، يا ابني هي غلط، قال له لا مو غلط، يا عمي غلط، لا مو غلط، صار وقع في العقوق. بينما إذا قال له حاضر جزاك الله خيرا والله استفدنا منك ودائما نحن نستفيد منك، بصير الأب ينسر، يدخل السرور على قلبه ودائما بصير ينصح ابنه بفيده فوائد. أما إذا اعترض عليه بصير يبطل يفيده، إلا عمره إن شاء الله ما يتعلم. أدب النظر إلى الوالدين. قال: ورد في حديث رواه الطبراني وقال عنه الهيثمي إسناده حسن، قال: إذا نظر الوالد إلى ولده فسره. تنظر لابنك وتنسر، ليش سررت؟ لأنه عم يحفظ قرآن، لأنه تقي صالح مجتهد في دروسه، بار بأبي وأمه، ذو خلق حسن، لا يتكلم إلا بأدب. فالابن أدخل السرور على قلب الأب. قال: إذا نظر الوالد إلى ولده فسره كان للولد عتق نسمة. كأنه الولد اشترى عبد وأعتق في سبيل الله، له أجر. قيل: يا رسول الله، وإن نظر 360 نظرة؟ ممكن أنا أشوف ابني 360 مرة باليوم. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. يعني شو يعني؟ فكرين أنه رب العالمين ما عنده أجر كثير؟ الله أكبر، يعني مهما عظم العمل الصالح فالله أكبر، بيعطيك أجر. ما تنفذ خزائن رب العالمين، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، ما تنفذ الخزائن. لذلك سيدنا الخضر بآخر القصة اللي حكيت لكم إياها قبل شوي، بآخر القصة ركب هو وموسى بالسفينة، ما هي قصة كلها مشان العلم. قال موسى: أنا أعلم. قام قال له الله: بل الخضر أعلم منك، تعلم منه. المهم القصص الثلاثة وانتهت القضية. قال: هذا فراق بيني وبينك. بعد ما ركبوا بالسفينة وقف عصفور على طرف السفينة فنقر نقرة من البحر، فقال الخضر لموسى: يا موسى، هي آخر التأديب كلها. قال له: يا موسى، ما علمي وعلمك وعلم الخلائق كلهم، جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش والجن والملائكة، كل الخلائق، ما علمي وعلمك وعلم الخلائق بالنسبة لعلم الله إلا كما نقر هذا العصفور من البحر. لك فما الواحد يقول عنه عن حاله أنا. لذلك ربنا قال: وما أوتيتم من العلم، ما أوتيتم كلكم، كل المخلوقات من أول لآخر، كل أوتوا من العلم، مو العلم منه يعني قليل من إلا قليلة كمان، وما أوتيتم من هذا العلم إلا قليلا. فإذا أخذنا القليل من هذا المن يعني من هذا البعض فوزعناه على تم، هذا ضمير الجمع على الكل، شو بيطلع له الواحد؟ ما بيطلع له شيء، لأنه كل مسألة تتعلمها تدلك على أنك كنت جاهلا بها قبل لحظات. هلا نحن استفدنا الحمد لله عدة فوائد في هذا الدرس، كلها اللي كنا ما نعلمها معها تدلت على أنه كنا ما بنعرفها. تعلم مسألة الرياضيات بتدلك أنه قبل قليل ما كنت تعرفها. ولا يزال الإنسان يتعلم وفوق كل ذي علمين عليم، مهما بلغ الإنسان من العلم فوقه عليم وأعلم منه وأعلم منه، حتى ينتهي العلم إلى علام السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ونحن قلنا قبل قليل، كم بقي؟ دقيقتين. قلنا قبل قليل أنه العلماء كانوا ينصحون، الآباء كانوا ينصحون أبنائهم أن يذهبوا إلى العلماء ليتعلموا منهم الأدب. كذلك العالم، هناك أدب تتأدب به مع العالم ليعلمك العلم والأدب. لازم تجلس مع العالم، العالم ما تستفيد منه إلا إذا تأدبت معه. فما هي الآداب؟ لأنه رب النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء. سيدنا أبو هريرة مرة رأى أناسا في السوق يبيعون ويشترون، قال: أنتم تجلسون هنا وتركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وميراثه يقسم في المسجد؟ ركضوا، تركوا السوق وركضوا لوين؟ على المسجد. قال لك: هلا بدنا نلاقي دنانير ودراهم وذهب. النبي كان عنده غزوات وياخذ أنعام وبقر وجمال، هلا كلها عم تتوزع. راحوا على الجامع ما في شيء، دوروا هون لقوا حلقة علم، رجعوا لعند أبو هريرة. قال له: الله يسامحك يا أبا هريرة، ما قلت لنا أنه تركة النبي صلى الله عليه وسلم عم يقسموها؟
قال لهم ما وجدت حدا؟ قالوا لهم بلى، بس وجدنا درس علم. قال ويحكم، هذه تركة رسول الله. العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. هذا العلم شغلة كبيرة كثير، العلم أحسن من الدراهم وأحسن من الدنانير، فعلينا أن نتواضع مع العلماء. قال أحد العلماء يحيى بن معاذ، هذا كان رجل من الصالحين الخاشعين، قال العلماء أرحم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من آبائهم وأمهاتهم. قالوا كيف؟ قال لأن آبائهم وأمهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا، أما العلماء يحفظونك من نار الآخرة. أبوك وأمك إذا اعتنى فيك كثير بطعميك وبلبسك وبسقيك وبيعطيك دواء وبيحافظ على صحتك، أما العالم بعلمك أنت وأبوك كيف تتقي نار جهنم، وكيف تسلك طريق الجنة والسعادة الأبدية، وكيف تسعد في الدنيا قبل الآخرة، هذا العالم. لذلك هو أرحم فيك من أمك وأبوك. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم علمنا علما نافعا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم أصلح أزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك تمام العافية، اللهم إنا نسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم طهر قلوبنا من الآفات يا رفيع الدرجات. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم الطف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك، واصرف عنا وعن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين كل فتنة. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين من البلاء والغلاء والوباء وتسلط الأعداء ما لا يصرفه أحد غيرك. أصلح الراعي والرعية ووفقنا جميعا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. وصلي وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وآله آمين، والحمد لله رب العالمين.